دعوتنا إلى أن نسير جنبا إلى جنب في خدمة خلقك، وأن نلتقي على كلمة سواء لأجل سعادة خليفتك. اجتمعنا من أجل الإنسان الذي كان من أجله الأديان. نحن اليوم بحاجة إلى إعادة قراءة هذه التجربة وإعادة الاعتبار إلى هذه الشخصية الاستثنائية في تاريخ لبنان، وحتى على المستوى الأفكار وعلى مستوى التجربة. لعل أول من طالب بالدولة المدنية في لبنان، بمعنى أنها الدولة التي يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن انتمائهم الطائفي والمذهبي والمناطقي، هو الإمام موسى الصدر. دعا إلى المساواة بين اللبنانيين في هذا الشأن دون تمييز على أي أساس من الأسس التي لا يمكن تسميتها إلا عنصرية. تميز أيضا عند الإمام الصدر، أولا الثقة بالنفس، يعني كعالم شيعي في ذلك الوقت قدم نفسه وقدم فكره على مستوى لبنان ككل. ربما هذه الثقة كانت مفقودة على هذا المستوى، لهذا السبب كان يمتلك الجرأة والقدرة على أن يذهب إلى أي مكان، يذهب إلى الكنائس، يذهب إلى الطوائف الأخرى، ويتحدث بفكره وبمذهبه وبرؤيته يعني الواسعة للبنان وللعلاقات بين الطوائف، يعني وكان يدرك أهمية العلاقات بين الطوائف. من أول ما بدأت بسعي لخدمة الناس ما كنت أنطلق من مصدر طائفي. أتذكر أنه أول ما بدأت في سور من نشاطاتي الدينية كانت علاقاتي جيدة مع الطوائف الأخرى، وكنت أسعى لخدمة الفقير المسيحي في سور كما كنت أعمل لخدمة الفقير المسلم. في الفترة التي أتى فيها الإمام الصدر إلى لبنان، كان الواقع اللبناني عموما، الواقع الإسلامي خصوصا، واقع يعني يغلب عليه الضعف والتخلف، لكن هو يبدو أنه كان يملك رؤية لدور رجل الدين تختلف عن الرؤية التقليدية. الرؤية التقليدية ربما كانت تفصل بين رجل الدين وبين الالتزام الاجتماعي والالتزام السياسي والالتزام يعني التنموي، حتى العلاقة مع الناس وخدمة الناس. لهذا السبب هو قال مبكرا أن الإيمان الديني يعني لا ينفصل عن خدمة الناس. الناس فئة تستسلم للوضع الحاضر، تذوب فيه، تسايره، تجامله، تفلسفه، تتعاون معه. هؤلاء الضعاف لسنا منهم. فئة أخرى تفوق الفئة الأولى، لا تقبل بما يجري في المجتمع ولكنها تهرب من المواجهة. وهناك فئة ثالثة ترى أجواء بلده ومنطقته وبيته لا ترضيه، فتفتش عن التغيير. أعطى حيز كتير كبير من دوره ومن جهده ومن وقته للمرأة، وكان اهتم بالمرأة من كل الجوانب. يعني اهتم بالمرأة من هي ما تزال على مقاعد الدراسة، من خلال انه انشأ المؤسسات التعليمية للمرأة للفتاة بالأحرى، كما انشأها للذكور وبالتالي للرجال، سواء كانت مدارس روضات او مدارس أكاديمية او مدارس مهنية. المرأة كمان في العمل الحزبي كان لها دور كتير كبير، وإلى جانب الرجل. بالإضافة دعاها إلى الانخراط بالعمل الكشفي. المرأة والرجل حقيقة واحدة. المرأة إنسان كما أن الرجل إنسان، لا تفاوت في حقل الإنسانية. الإمام الصدر عندما كان يوجه للنساء بشكل عام،
إدراكهم لمدى حقوقهم، وأيمتى تعرف طالب بحقه سواء بالزمان وبالمكان ومع الأشخاص. فعلا هلأ أصبحت المرأة قادرة على التمييز، قادرة على معرفة، أصبحت تعرف واجباتها وتعرف حقوقها أكثر مما كانت بالماضي. كان له دور كتير كبير أنه دعاها أيضا للعمل المقاوم، وهون العمل المقاوم مش أنه هي نفسها تروح تجاهل وتحمل السلاح، بل دعاها لتثقيف أسرتها على المقاومة بكل أنواعها، وعلى رأسها مقاومة العدو الإسرائيلي اللي هو بحمل السلاح. نحن بقوة إيماننا، بقوة دمائنا، بقوة أفكارنا، نحن نسول الثورة الفلسطينية. بالنسبة لموضوع المقاومة اللي هو الميزة الأساس من ميزات الإمام موسى الصدر بنضاله وجهاده على الساحة اللبنانية والإقليمية كاملة، استشرف الخطر على الجنوب من قبل العدو الإسرائيلي. قبل 67 كان يحذر من خطر العدو الإسرائيلي من المنطلقات العقائدية، نبه الدولة بعشرات الخطب والمواقف والاتصالات والاجتماعات، ولكن الدولة كانت غائبة كليا عن هذا الموضوع، فاضطر إثر انتخابه رئيسا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بتوجيه رسالة خطية، مذكرة خطية للحكومة اللبنانية يدعوها فيها إلى الاستعداد لمواجهة الخطر الإسرائيلي. دعا الاجتماع للهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وخرج ببيان جاء فيه: لا نقبل ولا نريد أن تحتل إسرائيل أرضنا ثم نؤسس مقاومة لتحرير الأرض المحتلة، سنؤسس المقاومة ونمنع الاحتلال. والكلام للإمام موسى الصدر. فدعا إلى تظاهرة شعبية حولها إلى مؤتمر في 17 أذار 1974، وتخلل هذه التظاهرة الشعبية المعروف بالمهرجان بعلبك، تخللها قسم يمين للمضي في النضال بالخطين المتوازيين اللذين ذكرت، مواجهة العدو الإسرائيلي ومواجهة الحرمان في الداخل. نحن نشاهد عالمنا العربي، ويعز علي أن أقول أن عالمنا العربي وما نشاهد في الأجواء أمر لا يشرفنا. عندما يريد أن يتحكم إرهابي فيحول إرهابه إلى قضية، ويحول القضية المقدسة إلى الإرهاب، فيجد في العالم مسامع تسمع وقلوب تقتنع. نحن نشعر بالألم فنرفض هذا الواقع بكل قوة.